Explain the procedure. Take consent, private place, good light, female chaperone, empty the bladder. And then the position nafsu, supine with knee flex, hip flexed, and exposure from the lower abdomen to the middle of the thigh or lower arm كله. طيب الستبس نفس الشيء انسبكشن بنفس الحاجات اللي قلناها يعني برضه هتعمل انسبكشن بعدين نجي للبالبيشن البالبيشن يو بوت سترايل جلوفز يو بوت لوبريكانت and then you introduce one finger and then the other finger. طيب الان my hands اللي هو دايركتلي like this. طيب هنا طبعا في وجهك السيرفكس you comment on the cervical consistency like this. Consistency, dilatation, any products or discharge. Like this, this is dilated. خلاص؟ طيب في الدايلاتيشن وإذا في products أو discharge. طيب بعد كده you rotate your fingers anteriorly. امسك. طيب احنا ما كنا كده. You are going to rotate your fingers anteriorly and you put it below the cervix like that. خلاص؟ والاذر هاند راح تكون وين؟ في اللور ابدومين. خلاص؟ You do it by manual. لكن احنا we put the uterus between two hands like this. So you do it inside. هنا في اللور ابدومين وتحت below the cervix like this. هذه يد الانسايد راح تقول like this في البوستيرير فورنكس and you palpate the uterus for what size direction. طيب من وين اجيب الدايركشن؟ احنا قبل قلنا السيرفيس وين؟ اذا قلنا anterior سيرفيس معناته retroverted uterus. اذا قلنا posterior سيرفيس معناته antiverted uterus. خلاص؟ اذا السايز والدايركشن. بعدين النودولاريتي، هل هو نودولار ولا سموث؟ تندر اور نوت؟ موبايل اور نوت؟ حركه فروم سايد تو سايد. هذا اليوترس. بس دقيقة شلون دكتور شلون افرق بين الانتيريور والبوستيريور ولا؟ قلنا اذا لقينا السيرفيس انتيريور لايك ذيس معناته اليوترس وين؟ ماشي بوستيريور ريتروفيرتد اذا لقينا العكس السيرفيس بوستيريور معناته اليوترس انتيفيرتد. طيب الان ذا يوترس از لايك ذات وانا يدي هنا ام جوينج تو شيفت ات لاترالي في اوديها اللاترال فورنكس بدل ما كان في البوستيريور فورنكس حوديها اللاترال فورنكس. دي يدي وين؟ الانسايد. طيب والهنا بعد ما كانت في السنتر اسحبها لللاترال فكاني انا ماسكه تو ادنكسيا بتوين ماي تو هاندز لايك ذات. طيب الان هنا I shift this one to palpate. طيب عبد الله ارفع اليوترس من داخل. ارفع اليوترس. اليوترس اللي جوا ارفعه شوي. ايوه. ها انا كده I can palpate. طيب خلصت ال ovary والtube should not be palpable normally. فاذا لقيتهم palpable معناته abnormal. طيب بشوف اللي شنو الماس والتندرنس. كمان امشي الاذر ادينكسيا اسحب يدي لللاترال فورنكس الثانية ودي من هنا اجيبها هنا وامشي اشوف الاذر ادنكسيا مثلا هنا عندي ماس وشوف اذا كان تندر اور نت تندر ده كله انا يدي بوينتينج وين انتيريرلي. خلاص الان خلصت يو روتيت يور فينجرز بوستيرير تو بالبيت ذا باوش اوف دوغلاس فور وات تو ثينجز اللي هي الباوش اوف دوغلاس يو جست انت هذا هو السيرفيس هنا وانت خلصت من الادنكسيا يو بوت يور فينجرز بوستيرييرلي ان يو سوابت على اللي هم اليوتير ساكر الليجمنت ونشوف انهم بالبابل اور نوت. واضح اللي هي بفتش على ايش؟ بفتش على فلويد ان تندر نوديول. خلاص فلويد والتندر نوديول. واضح تمام. اي سؤال؟ البوزيتيف اكسيتيشن تستون قبل احنا لما حركنا اليوترس قلنا اليوترس موبايل ولا فيكست هتحركه كيف اللي هي من هنا من السيرفكس you shift the cervix like this مو خلي اخر شيء شو الاكسايتيشن بنخليه اخر شيء ليه لانه لو انت البيشنت اتالمت ما راح تخليك ثاني إيه. تكمل فاخر شيء بنسويه اذا you don't expect قبل الباوتش اوف دوغلاس قبل الباوتش اوف دوغلاس يعني قبل لا قبل لا تخلص سوي لها الاكسايتيشن تيست الباوتش اوف دوغلاس فور تندرنس اند فلويد واضح And then when you come out, you observe your hands for evidence of discharge and bleeding. And then document. And then document. What document? 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 What document?